الغربية ختام هذه الليلة ختام هذه الليلة فضيلة القارئ العلم صاحب المدرسة العريقة وينتمي إلى المدرسة الطاروطية ينتمي فضيلة القارئ الشيخ مصطفى السيد غنيم تفضل فضيلته مشكورة الله من الشيطان الرجيم حاضر بسم الله الرحمن الرحيم يا Mm-hmm.
ما غرك بربك الكريم Mm-hmm.
تعال. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك. الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا والرضا من كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما. كراما كراما كاتبين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. كراما كاتبين. كراما كاتبين. Oh,
يا رب يا رب يا رب يا ما لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى الرحمن الرحيم والضحى
والضحى والليل إذا سجى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فتابا. ما من رحيم أبدا
يا رب. حاضر حاضر. انت عارف انا اقسم فين يا باشا. ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك العظيم. بص ده كله جه من ورا، والله ده كله جه من ورا، والله ده كله جه من ورا. ده العزب سالم ما عملش كده. حرام عليك يا والله العظيم. ده تكبر كلنا والله. ده مبروك عليك شبرا يا شيخ مصطفى. حاضر. لا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك لا يا فارس الكرام.
حاضر حاضر تخيل ان انت هتزعل ده كله. حاضر حاضر. شويه ما كانش حد بيسمع، كانوا قاعدين ورا، هم جم بقى عشان يسمعوا. وانت لو قادر ازعلنا زعلنا. حاضر. وانت لو قادر ازعلنا ما تبدا خلص شغل. حاضر حاضر. أنا هختم لك الليلة بس يلا روح. ألم نشرح لك صدرك؟ لا إله إلا ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح لك صدرك. لا إله إلا الله. أكبر. لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يا رب. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
ختمت هذه الليلة تلاوة ليلة القارئ الشيخ مصطفى السيد غنيم. تقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من شرف هذا المكان بالحضور، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.